خير على مشاهدي اليوم السابع. هنكون معاكم النهاردة مع قصص إيجابية خلال شهر رمضان، دور الواعظات في ظل الكورونا. يعني في تحديات عديدة في هذا الشأن، خطط دعوية وخطط لدى وزارة الأوقاف، وينفذها على أرض الواقع الواعظات في محافظة الإسكندرية. هيكون معنا دكتورة حنان، وهي أحد الواعظات في محافظة الإسكندرية. برحب بيكي معنا في اليوم السابع، وعايزين نعرف يعني دور الواعظات طبعا كبير في محافظة الإسكندرية، ولكن في ظل الكورونا الوضع اختلف وفي خطط بديلة، فعايزين نعرف إيه دور الواعظات في خلال الفترة الحالية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة الدعوة الإسلامية يعني بتمشي في دم الواعظين والواعظات، ولذلك الواعظات يعني كنا حرصنا دوما على التواصل مع المجتمع، ما يبقاش في مثلا زي جائحة كورونا انها ممكن تمنع التواصل، ففكرنا طبعا في بدائل بديلة عن الدروس المباشرة اللي كانت موجودة في المساجد. فكرنا ان احنا نعمل جروبات على الواتس، تواصل عن طريق الفيس، كمان عملنا قنوات على اليوتيوب، والقنوات دي يعني بتشرف عليها وزارة الأوقاف، وعلى المواد العلمية اللي هي بنطرحها او ان احنا بنقدمها للجمهور. الحقيقة اللي كنا محتاجين برضو ان احنا نتواصل بشكل افضل، فقررنا ان احنا ايضا نساهم بمقالاتنا عن طريق الجرائد، المكلات، عن طريق الاذاعة، التلفزيون. بنقدر ان احنا عن طريق القنوات التواصلية دي ان احنا نقدم فيها نفس الخدمة اللي كنا بنقدمها في المساجد، من دروس دينية، من وعظ، من ارشادات، حتى المتخصصات منهن في الفقه الاسلامي كنا يقدمنا ايضا الاراء والاتجاهات الفقهية الخاصة بالمسائل اللي كنا يعني بيسألنا عنها في طيب خطة المرأة. ردود الفعل ايه؟ يعني هل في تجاوب من خلال جداً. السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي؟ فعلا فعلا احنا لاحظنا طبعا، بالنسبة لي لاحظنا ان في تزايد كبير في الاعداد المشتركات في القنوات اليوتيوب الخاصة بالواعظات. لقينا برضو بالنسبة لي الجروبات الخاصة بالواتساب الاعداد موجودة متزايدة، اللقاءات، حتى ان في بعض البرامج التطبيقية اللي بدأنا ان احنا ننزلها عشان نتفاعل الى حد ما يكون مجتمع افتراضي، زي مثلا الزوم، زي الميت. يعني بنحاول ان احنا نتواصل بشكل غير مباشر، والحقيقة ده كان يعني كان هدفنا فيه ان احنا ما نتركش المجتمع النسائي المصري بدون توجيه وبدون ارشاد ديني لفترة طويلة، اللي هي فترة جائحة كورونا. ان احنا حابين ان احنا نتواصل معاهم، نقدم لهم الخدمة الدينية. ما يبقى كمان الواعظ اصلا اعتاد على ان هو يقدم النصح في كل وقت، فكان صعب جدا على اي داعيه سواء كان واعظ او واعظه ان هو يبعد عن المجتمع، ان هو يتوقف عن ادائه الديني. طبعا ده كان صعب، ففكرنا في البديل. اهم الاسئله اللي يعني اللي بتتسال للواعظات في خلال الفتره دي، خصوصا احنا في شهر رمضان المبارك وفي برضو ايضا الموجه الثالثه من كورونا، فايه الاسئله اللي يعني اللي تكررت في الفتره الاخيره؟ مثلا في بعض الادويه اللي مثلا بتتاخد بسبب مثلا في حد مريض مثلا بسبب جائحه كورونا، طب هل الادويه دي تاخد ليها اثر على الصيام؟ في مثلا بالنسبه لاداء الصلاه، صلاه الجماعه، طبعا مفيش صلوات للسيدات في المساجد، طيب البديل يكون ازاي عشان تحصل السيده على اعلى او على اكبر عدد من الحسنات، عشان يكون الثواب كامل؟ طب هي ممكن صلاتها في بيتها يكون كافي وهتاخد نفس الثواب، هل ممكن انها تصلي جماعه مع سيدات بيتها مثلا وهيبقى ده نفس الثواب والاجر ولا لا؟ ايه البدائل عن التلاقي الجماعي اللي كان بيحصل في المساجد وصلوات الجماعه؟ دي كانت اكتر الاسئله اللي كانت بترد. غير كده ان الحمد لله احنا لما نتسلم حتى افتكر لك الاسئله. الحقيقة الحمد لله احنا اتفتح لنا دلوقتي باب صلاة القيام، اتاحت صلاة القيام للسيدات في المساجد الكبرى، والحمد لله عندنا عدد الواعظات سواء كان واعظات الازهر واعظات. هو عدد الواعظات تقريبا قد ايه في اسكندرية؟ ست واعظات بالنسبة للاوقاف، وطبعا في واعظات الازهر ايضا. فطبعا كل واعظة في مسجدها
بتشرف عليه. الحقيقه احنا اتفاجئنا ان في وعي كبير جدا من المجتمع السكندري، ويمكن كان يعني فعلا معالي وزير الاوقاف كان يراهن على وعي المجتمع السكندري او المجتمعات عموما، يعني وعي المجتمعات عموما في التزام بالوسائل الاحترازيه، وفعلا تحقق ده. النساء فعلا حققوا الامر ده والتزموا بالوسائل الاحترازيه، المسافات، التباعد، ان هي تكون تدخل ده بعد فتح المصليات في شهر رمضان. نعم. فان هي تكون معاها الادوات الشخصيه الخاصه بيها، المصلى الشخصيه، بالنسبه للكمامه، حتى منع وجود الاطفال كان في تجاوب كبير جدا وتفهم من المجتمع ان ليه الاطفال ما يكونوش موجودين معانا في الصلاه حرصا على سلامتهم. فبنلاقي ان حتى لا يعني في فعلا وعي كبير، مثلا منطقه زي منطقه مسجد الموسى والعباس وانا مشرفه عليه. الحقيقه اللي احنا كنا قلقانين من طبيعه المجتمع، طبيعه يعني طبيعه المجتمع او الفئه الموجوده في محيطه بمسجد الموسى والعباس، هل ممكن تتفهم يعني وسائل احترازيه تلتزم بيها اثناء الصلوات؟ لكن اتفاجئنا بان في وعي شديد، الناس عارفه خطوره الامر، وفي نفس الوقت هي كانت بتساعدنا جدا وكانت بترحب جدا باي ارشادات احنا كنا بنقدمه ليها. كذلك في مساجد اخرى كبرى، مسجد حاتم في سموحه، مسجد علي بن ابي طالب في سموحه، مسجد الشهداء في مسجد الميري في غرب، وايضا في مسجد في برج العرب. فحاولنا او حاولت وزاره الاوقاف ان هي تنوع، على الاقل يكون في كل اداره مساجد الكبرى مسجد او مسجدين يكونوا متاحين لصلاه. بس طبعا صلاه فقط وما فيش اي لقاءات ولا دروس، ما فيش اي دروس ولا حتى كلمه وعظ. وطبعا الجزئيه دي حرصا على سلامه الناس، يعني احنا الحمد لله باب اتفتح، وانا امل يعني ان لو فعلا التزمت السيدات بالوعي ده الى اخر شهر رمضان، اعتقد هيبقى في نتائج ايجابيه بعد شهر رمضان ان شاء الله. ومعانا برضو الأستاذة عزيزة، هي أحد الوعظات في مسجد الشهداء. أهلا بيكي. قولي لنا يعني بعد فتح مصليات المساجد في شهر رمضان، في تحدي كبير لدى الوعظات في شهر رمضان، ايه الدور اللي بتقوموا بيه حاليا؟ الدور اللي بنقوم بيه حاليا دور توعيه من ايه، من كورونا. طبعا بنقول ان اي حد داخل من غير مصليه في ايده بنمنعه، الا اذا كان عندنا فعلا بالفعل مصليه بنجيبها بندخله بالمصليه. ممنوع اصحاب الاطفال اللي اقل من 14 سنه. الاجراءات طبعا الاحترازيه والوقائيه. بالنسبه للجامع عندي ما شاء الله ملتزمين جدا الستات، اللي مش ملتزم نادر جدا، وده بنعرف نتعامل معاه لغايه ما ايه متعود على الوضع في المسجد، متعود ازاي ان هو يستصح يجيب معاه الكمامه بتاعته ويجيب معاه المصليه بتاعته ويلتزم بالايه بالاجراءات الاحترازيه في المسجد. في استجابات؟ ايوه فعلا، بالفعل كان العدد اول يوم تراويح كان العدد صغير، الناس كانت خايفه، ابتدينا نقول لا ما حدش يخاف، ابتدينا ان احنا نستعين بالهلال الاحمر، جه عمل تعقيم كامل للمسجد. ابتدى العدد يزيد لما عرف ان في عنايه شديده بالمسجد وان في ناس بتنزل، ابتدى العدد يكتر. وانا عندي في المصليه عندي قاعتين كبار على المسجد اصلا بتاع مصلى النساء، وقاعه كبيره فاتحينها، فابتدى العدد يزيد. طبعا اول مصلى النساء العدد زاد جدا واكتمل على اخره. القاعه الثانيه العدد هم اكبر صفين ثلاثه، بس الحمد لله في زياده. امبارح كان الاحصائيه ان هم العدد الحمد لله زياده. طبعا في تباعد اجتماعي وفي التزام تام بالاجراءات الاحترازيه. طبعا كان في تباعد اجتماعي والتزام بكل الاجراءات الاحترازيه. تمام، شكرا. عفوا. عطيات محمود. محمود سالم، وعايزه بمسجد ابو بكر الصديق. طبعا الشغل الاساسي انا مدرسه. كان في طبعا استعدادات للاوقاف قبل شهر رمضان، خصوصا ان تم فتح مصليات السيدات لاول مره، فايه الاستعدادات اللي كانت خاصه بمصليات السيدات؟ عملوا طبعا القاعات الاحترازيه كلها كامله، وحتى المصليات حاطينها في اماكن متباعده عن بعضها علشان منع العدوى وكده. وبعدين الصلاه كانت هي نص ساعه وكله بعد كده بينصرف من المسجد فورا عشان ما يبقاش في اي خطوره او اي. في استجابه من السيدات للاجراءات الاحترازيه؟ بصراحه في استجابه لدرجه ان هم نفسهم كانوا بيحطوا المصليات على مسافات متباعده. الاعداد ايه كان في اول يوم رمضان مثلا؟ طبعا الاعداد اول مره يعني كان
عدد كويس جدا، بس كل يوم بيزيد عن التاني، فبيضطروا يطلعوا بره المصليه، في مساحه كده قدام المسجد بيضطروا ان هم يجيبوا مصليتهم ويصلوا في مكانهم. انا بشكرك، شكرا.